الحال ركيب عبد الله. انت من القيدومي متبرعين بالدم في المغرب، يمكن شنو نقول على العمليه يعني اللي شاركتي فيها في المغرب كامله، يمكن تكلمنا عليها؟ يعني تبرع الدم اول مرتين هي تتهدي الدم ديالك في سبيل الله، النيه ديالك هي الاولى. ثانيا تتنصح الناس باش يمشيو يحيدوا الدم باش يعاونوا ذاك الانسان اللي مريض. اذا هي من الناحيه الاولى واحد الوازع ديني وعاد صحي، يعني صحي من ناحيه الوقايه ديال الجسم ديك الشيء. نعم والجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي تتعيط على الاخوان اللي هما مختصين بالدم، خصك تعيط عليهم باش يجيو يساهموا في الدم الاخوان ديالهم اللي هما مرضى واللي هما عندهم مرض مزمن واللي عندهم شي حاجه ما عندهمش اقلاليه ديال الدم، باش تعاونهم باش ينصحوا هذاك السيد يرجع للحياه ديالو اللي هي طبيعيه. دابا انتم من العائلات اللي معروفه في المغرب اللي كتبرع بالدم، الاخ ديالك الله يرحمه الحال كان مقيدومي، يمكن تكلمنا على هذا السيد يعني والعمليات اللي ساهم فيها وشحال ديال الدم اللي تبرع به هذا السيد؟ الاخ ديالي الله يرحمه مساهم 147 مره في المغرب ومعترف في جميع الدول العربيه والاوروبيه، وخدا وسامات هنا عدت وسامات في المغرب وخدا وسام في المانيا الله يرحمه، وكان ممنوع لي باقي ما يعطيش الدم وتيتخدم وتيمشي يعطي الدم للناس. اذا تتوفى هذه دابا تقريبا سنه باش مات الله يرحمه، وراه مشهور. دابا انت كتشارك في هذه العمليه التبرع تحقن الدم في العريش، شنو هي الرساله اللي يمكن توجهها وحنا العمليه في اليوم الثالث من هذه المبادره ديال الرساله اللي تنوجه الناس هي الناس بادون اسمح لي، هي رسالة اللي تنساهم بها الناس، نصيحة للناس الآخرين اللي محتاجين الدم، ينقذوا هاد الناس اللي هما ما بحالهمش، وهاد الدم تنقذوه للناس في سبيل الله.